يا مرحبا، اهلا وسهلا بيكم ومرحبا بيكم الناس الكل، والناس اللي التحقت معايا توا نقولهم للاسف برشا جو فاتكم، فاتكم المنيو تاع الشيف امين، وفاتكم زادا النصائح الثمينه والغاليه نتاع الاخصائي النفسي امين سعيد فيما يخص النوم ولا القلق عند النوم لدى الكبار المره هذه، لانه اول مره شاف الدكتور امين بلوتو يتطرق للنوم عند الكبار، والحاجه سخطو تخص الكبار خاطر ديما نحكيو معاها على الصغار. فرحانه ياسر 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 ضيفتي اليوم ممثله مسرحيه بالاساس، هي وجه من ابرز وجوه مسرح الحمراء، ممثله واعلاميه اسم ارتبط بقامات وعمالقة التمثيل في المسرح. من أبرز مشاركاتها إشقف سيرين جنون، نوار ملح للبحر الرحالي، النهاية، رهائن لعز الدين جنون الله يرحمه، الجوهرة والأسد لمحمد حسين قريع. هذا مسرح. في السينما شاركت في تيلا مونامور، المهدي الهميلي، صندوق عجب، الرضا الباهي، الألبوم لشيراز الفرادي، وفترية لوليد الطايع، وما ننساوش مشاركاتها التلفزية الخياطة والحاج جامل زياد لتيم، وطوق لشوقي الماجري، وشورب وولاد بحر. طو بعد علاش نقولكم علاش نقول في الشيء ذي الكله، وهذا جزء من تجربتها الكبيرة. هي نجمة الساحات، مناضلة شرسة تدعم الحريات والقضايا العادية. هي كيف الناس وأقل من الناس، كيما هي تعرف روحها على صفحتها الرسمية. ضيفتي اليوم الممثلة القديرة ريم الحمروني. بونجور. يلا نهارك زين. نهارك أسعد. نهارك زين، وللناس اللي يتابعوا في برنامجك كل يوم على التلفزة تي في، يلا مرسي. عايشك. عايشك. من غير حتى تمزية يا عمري. عايشك. ما عادش نشوفوك برشا في الساحات العمومية يا ريم، الكورونا منعتك ولا حاجات أخرى؟ كورونا كما منعت الناس الكل كما منعت الناس الكل، الساحات العمومية وقت اللي يلزم نكون موجودة فيها نكون موجودة فيها، على خاطر نأمن أنه المعارك العادلة ما تتجزأش، معناتها ما فيهاش خذوهات، معناتها تنجم تكون في الساحات العامة ولا تنجم تعبر عليها على عبر أنك تكتب على مواقع التواصل، ولا حتى الشيء اللي يعمل فيه واحد ممثل، واحدة من الناس في الحمراء اللي ما زلت في الحمراء، لو فات كونك غادي في بلاصة من هذية في هذيك في الظروف هذية توريزيست، بالنسبة لي أكت بتاع نضال في حد ذاته، معناتها مما لا شك في حبيبي. كي الناس وأقل من الناس، كيفهم فيش وأقل منهم فيش ريم الحمروني؟ كيف كيف الناس الكل كيف؟ وإلا جوست مثل شعبي؟ لا 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 لا، ما هوش مثل شعبي، ما هوش مسيس. لا 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 لا، مسيس لا غيره. كيف الناس وأقل من الناس، كيف الناس تعيش كيف الناس، وقت تواتيك ظروف باش تعيش حاجات مش باهية وتطيح بك شوية، دونك تولي في مرتبة أقل، دونك على اعتبار أني مواطنة كالناس الكل، نعارك ونفارع في حياتي اليومية كيف الناس الكل، الخبزة الكراء الماء الضوء، دونك مانيش بعيدة على معاناة الناس، معناتها جستومون. هذا يحيل على واقع الفنان بالاساس. بالطبيعه. أي. بالطبيعه، لانه الفنان هنا نشوفوا اكيد الناس توا سورتو في الظرف هذا نتاع البانديمي، عرفت شنو معناتها فنانين، خاطر سي فري كو قال شي الراجل انفرهدوا، قال شي الراجل، ولكن والله لا ماهيش هكاك حتى طرف الحكايه، معناتها نقتصروها في التفرهيد، الله اعلم هو اللي يحبونا نفرهدوا في انا بنا منطق نفرهدوا. أي. وشنو هو ثقافته نتاع التفرهيد؟ نجم نقول مليل الحمروني مختصة أخصائية في التفرهيد والتنعويش. فرهادة. اي وانت بيدك فرهادة كنترا. فرهادة. فرهادة وفرهودة. اي فرهادة. اي بيشا بيشا يا الاولاد، تحية زاد معناتها زايد والله العظيم. كي تشوف اليوم من القطاعات اللي ضرت وضرينا برشا، ضرينا برشا، الفضاءات مغلقة، اماكن العروض مغلقة، الناس ما تمشيش ما تخرجش، دونك ما تنجمش تمشي تتفرج. هو ديما كي تصير حاجة في البلاد احنا نضروا، كفر في احنا نضروا، ضربة إرهابية
نتذروا، معناتها مربوطين ديما احنا بالوضع والسلم بالاستقرار الاجتماعي، فهمت، والاستقرار نتاع البلاد. ولكن فيروس احنا نتذروا، فيروس احنا نتذروا رقم واحد، فهمتوا، بعد يقولوا لنا فرهدوا العباد، فهمتش انا كيفاش باش فرهدوا العباد، واحنا مانيش متفرهدين، واحنا مانيش متفرهدين وما عندنا حتى رؤى. حلوه هذه رؤى، ريتها رؤى كان جبت بنيه اخرى باش نسميها رؤى. رؤى ان شاء الله يكون واقعها خير من واقعنا، والرؤية بتاعك من الرؤية اللي عندنا رؤية ورؤية. دونك راجعين للحجامة، راجعين للخياطة، 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 الخياطة اللي عملناها سيسيون حجر صحي في الكونفينمون اللي فات، شفتها وتبعتكم. كل واحد من اي كل واحد من داره، كل من واحد هو الريجيسور، وكل واحد هو الضو والمخرج، والمخرج من داره، كل شيء اديستانس، والمكياج وحدنا منشاور بعضنا. تجربة مزيانة برشا، محليها وي الكونسيبت، فكرة شكون زياد لي تايم اللي الفكرة كانت موجودة باش تتخدم باش تتعرض على على الانترنت. اي قلنا شبيه ما جمهور الديجيتال محليه، هكا محليه بالحكس. جمهور الديجيتال أقوى جمهور هو جمهور الديجيتال، جانا ساعات يكون مؤثر اكثر من التلفزه بيدها. اي نعم، جانا الحجر، قلنا علاش احنا اتصلنا ببعضنا واحنا في جروب نخدموا عام 12 ديما، دونك علاش ما نعملوش سيسيون حجر صحي؟ يلا على ظلنا مين. دونك خدمناها سيسيون حجر صحي كل واحد من داره، المفروض نرجعوا باش نصوروها دون لي كونديسيون، الخياطه، فكره واخراج زياد لي تايم، وجهها الجندوبي بيان ايفيدامون، بيكاس، ليم عاشور، وريم حمروني، والعديد من الضيوف، وانتاج عشق للانتاج. دونك ان شاء الله سيتو دونك بيع. تصوير مش على الفيسبوك، تصوير. كيفاش كان الواقع نتاع الفيسبوك في التجربه هذه بالذات؟ وقع جميل جدا ويخليك تتفائل. أي. معناتها كي شفنا كيكا الناس والناس معناتها ابار المشاهدين العاديين، زملاء الفنانين، حتى الغوفيو دو بريس، النقد الصحفي كان باهي الحقيقه، يهز المورال. وقلنا اي معناتها فما حاجه اخرى احنا ماناش فايقين بها يمكن. اي فما حاجه ساميه برشا عملتوها، فايقين برواحكم ولا ليه؟ اللي هي انت عملت، انتم عملتوا، انت وجه الجندوبي بالطبيعه، وجه المتحي وزيد لي وزيد وبيكا وسليم، وبيكا وسليم والمنتج اللي تعب ياسر ولا اي مسكين ديما يدوري ناسينو اللي المنتج اللي تعب ياسر، وجماعه المونتاج اللي بالاونت اديستانس زاد يخدموا، والجماعه اللي عملوا حاجه مزينه برشا. نقول لك علاش، نفس اللي عملها نجيب بالقاضي، وي هو المذيعه والصعلوك، حاجه روعه. انا كل يوم نتفرج سواء فيكم سواء في نجيب ومعاه موسيقى فوالا. دونك عرفتك اللي شخت عليكم اكثر من انكم خدمتوا، راكم بالحق دخلتوا برشا فرحه وامل على الناس، والحمد لله. معناتها رساله فريمون انسانيه واصله بالك شيء. انا نجم نعذروا كي قالك الراجل تفرهدوا بالحق، مش هكيكا، مش بالطريقه هذيك، لكن فما جانب فهمت انه بالحق فرهدتونا، شيختونا، زرعتوا فينا برشا امل، سواء كان انت وجيها وزيد والا نجيب بالقاضي وموستيك. فريمون نجيب بالقاضي ساعه لساعه يصدمني، عرفت، يدخل يدخل لك بيدخل يصدمني فريمون. برافو وبرافو لصاحب الفكره. دونك تجربه عالميه كيما فقره حمرونيات اي في الصيف، علاش ما توصلتش في الصيف؟ لا لاين لاين يا اختي، هي تواصلت راهي يا اخي، يا ما تعرف تخدموا بالجري، كل جري انت عندك، الجري نتاع الصيف، الجري نتاع الشتاء، وجري الاخر. دونك مع كامل تحياتنا لاصحابي لعائلتي، تحيه ليهم في صفاقس، تحيه ليهم، نفدك والله نفدك والله. ودونك حمروديات جات مع الجري نتاع الصيف في هابي شمس، وقتها ويكاند الجري تقلبت باك، تعرف كل موسم والجري نتاعو. هابي شمس مع عفاف الغربي في الويكاند اللي توا عندها اللمه وما فما زاده في الويكاند. ومن بعد ما تعرف الجري اللي قبلها سبقتها مع شاكر بسباس، ما هي الا امراه، عام كامل في شمس افام في شمس مان، وتوا في الجري جديده مع في شمس افام باقي ملا نهار مع محمد بيار من الخمسه للسبعه. بروبريك اسمها تيرمينوس، تيرمينوس، موفقه يا حبيبتي. اش قولك تشوف البورتري نتاعك؟ متشوقه، اليس كذلك يا بورتري يا ريم؟ على الصباح، هاي 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 هاي، ورا نمشيو نشوف بورتري ريم الحمروني.
نحكيه اليوم على شخصية أسست مسيرة جمعت بين تجارب متنوعة بين المسرح والسينما والتلفزة إلى جانب الإعلام. ريم الحمروني نجمة المسرح وبنت المعهد العالي للفنون المسرحية، وتنتمي الفضاء الحمراء للراحل عز الدين قنون. ضيفتنا قدمت أدوار هامة على الركح على غرار مسرحية شقف ونهاية العز الدين قنون، الدور اللي خلاها تتحصل على جائزة أحسن ممثلة صاعدة. شفتوها أكثر في السينما في صندوق عجب بالرضا الباهي، تالا مونا مور المهدي هميلي، من غير ما ننساو الفتريه اللي عملها الدور صالحة، مرا تحاول كسب القوت بطرق مشروعة وغير مشروعة، أو الدور بطولة تقوم به في الفيلم الكوميدي الساخر الوليد الطايع فتريه، واللي لقى استحسان من قبل الجمهور التونسي بنقده للأوضاع في البلاد. انتقلت ضيفتنا من المسرح والسينما للتلفزة، وشكون فينا ما تفرجش على عفوية سعيدة في سيت كوم الحجامة والخياطة للمخرج زياد لتيم، واللي لقى نجاح كبير. ما يخفيش انها تعتبر من المدافعين على حرية الرأي والتعبير والقضايا العادلة من العهد السابق لحد الآن، اذاك علاش ما غابتش على الإعلام وانضمت لأكثر من برنامج في أكثر من إذاعة بفقرة نقدية ساخرة تهتم بمواضيع شغلة الرأي العام. ريم الحمروني إلى جانب انها ممثلة وإعلامية، هي زادة تمتلك موهبة الغناء والتقليد،